المعسكر ده والمعسكر اللي وراه ما عنديش مشكله. حتى لو كنت بستبعد لعيب ومدرب المنتخب الاول ياخده اهلا وسهلا ياخده. انا ما اروحش اقول للمنتخب الاول ده اصل اللعيب ده انا مستبعده عشان كذا، انا اسيبه وياخد اللي ياخده ويعمل اللي يعمله، وانا عندي في قراري انا مستبعده. يعني ما كانش عندي في قراري ان انا مثلا ايه، وكل ده كان بيتم بيننا وبين حاجه اسمها اسره المنتخب الاولمبي. وده اسره المنتخب الاولمبي ده اسمه الجروب اللي كنا عاملينه في قبل ايه لغايه كاس الامم، واتغير بعد كده بقى طوكيو 2020. يعني ده طبعا كنا عاملين الجروب ده واتس. تمام. انا شوقي انا لا عندي فيس ولا عندي اي حاجه من الحاجات دي ولا بتابع الحاجات دي خالص نهائيا نهائيا خالص. طب لو حضرتك يا كابتن كنت ماسك الفريق الاول وحصلت مشكله عمرو ورده كنت هتتصرف ازاي؟ خليني اقول لك انا ما اقدرش وانا قاعد اقول لك دلوقتي انا اتصرف ازاي، لان لاحظ ان المنتخب الاول غير المنتخب الاولمبي وغير منتخب الشباب وغير منتخب الناشئين. المنتخب الاول شويه الاضواء مسلطه على كل حركه وكل شخص فيه. في المنتخب الاول ممكن يكون تصرفي غير تصرفي في المنتخب الاولمبي. انا ممكن استبعد لعيب من المنتخب الاولمبي، انا استبعدت لعيب من المنتخب الاولمبي مده زادت عن 6 شهور ومحدش يعرف ان انا مستبعده. ولا احنا لحد الان ولا حد هيعرف مين هو. تمام. وكان واحد من نجوم البطوله مثلا. ايه السبب؟ لا ما طالما مش سبب اخلاقي خلاص. فني. لو سبب اخلاقي مش هيخش تاني. فني. يعني سبب التزامي بس. كسول يعني مثلا. لا يعني سبب التزام، حاجة ملتزم في المعسكر بمواعيد نوم، التزام في المعسكر بمواعيد تدريب، التزام في المعسكر بمواعيد حضور، التزام في طريقة اللعب واسلوب اللعب بحاجة مطلوبة منه، حاجة ما بينفذهاش خلاص. انت ما بتنفذش الحاجة اللي احنا عايزينها خلاص سيدي. لما تعرف تنفذ الحاجة اللي اهلا وسهلا بيك، انت لعيب كويس فوق دماغنا وممتاز، لكن انت في جنب واحنا في جنب لغاية ما تلتزم ونلاقيك كويس هنجيبك. يعني لكن في المنتخب الاول انت مطلوب منك انك لما تستبعد حد تحط المبرر في ساعتها، لانك المنتخب الاول العين عليه، الصحافة اكتر، الحاجات الاعلام اكتر، فبيضطر ان انت لو بيحصل عندك موقف بيحصل عندك موقف فلازم تاخد القرار فوري، والقرار يبقى موجود. يعني يبقى القرار فوري والقرار موجود. عشان كده يعني حاجه من الاثنين، يا تبقى شايف الحاجه طالما مش مضره انك تقدر تخفيها خالص، يا اما شايف الحاجه مضره فلازم تعلن عنها وتاخد فيها قرار. انت صاحب القرار بقى في التوقيت ده، ما حدش غيرك صاحب القرار. انت تكون انت صاحب القرار لما انت تبقى انت مسؤول ومسيطر عن الجروب كله. يعني لما يبقى الجروب كله ما بيخرجش عن نطاقك تقدر تبقى عندك مشكله تقدر تحاول تتويها وتخلصها من غير مشاكل ومن غير ما حد يعرف، وتقدر تبقى عندك مشكله ما تعرفش تحتويها وتقدر توصل للاعلام وتوصل لكل حاجه، وفي الوقت ده المشكله بتكبر. فلما بتكبر لازم تاخد فيها قرار. عشان كده بقول لك موقف عمرو ورده من ممكن اكون انا كنت موجود، ممكن انت ما كنتش تعرف عنها حاجه خالص، وممكن اكون انا موجود تعرف عنها حاجه فلازم اخد قرار. لكن القرار ايه؟ مش انا كنت المسؤول ساعتها عشان اخد القرار، لان بس انا لو كنت خدت قرار ايا كان نوعه ايه ما كنتش هتراجع فيه. يعني انا قراري اللي انا باخده في اي عملي، في شغلي، في حاجتي، في كل حاجه، ان خدت قرار معين خلاص ما فيش مشكله خالص. يعني ان قلت مثلا النهارده احنا ما يا جماعه الاسبوع ده ما فيش حد في الجهاز هيتكلم في الاعلام خالص، خلاص لو انت اتكلمت في الاعلام خلاص تحمل مسؤوليتك.